شعبي. راح ننتقل إلى مدينة الناصرية، تحديدا شارع النبي إبراهيم وسوق الهرج، كذلك منطقة الجراج الداخلي. مراسلنا سوى جولة بهاي المنطقة ورصد الواقع الخدمي بها. خلينا نشوف هذه الجولة من مراسلنا في الناصرية. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا تشوفون الكميات الهائلة من النفايات هنا. هاي النفايات مركز محافظة ديقار مربع المدينة. هاي دائرة الكهرباء تشوفونها، هذه دائرة الكهرباء اللي بنص المحافظة. هاي دائرة الكهرباء بظهرها بلدية الناصرية ظهرها. يعني أنا بس أريد أوجه رسالة المدير البلدية، الكابسات مالتك وين؟ الجباية مالتكم، المليارات اللي جاي تجبونها وين جاي تودونها؟ يعني إذا مركز المدينة غارق بالنفايات، هذا جبل مال النفايات لو لا عمي؟ هذا طمر صحي يصلح لو ما يصلح طمر صحي؟ هاي تشوفون بعينكم. يعني هاي النفايات مو مال يوم ويومين ومال اسبوع، لا، هذا اهمال، هذا اهمال واستهزاء بارواح المواطنين. ليش اهل ديقار ما يستاهلون ان تكون مدينتهم نظيفه؟ لا يستاهلون او نص. بس المشكله الى مدراء الدوائر اللي يجون عن طريق الواسطات وعن طريق الكوميشنات، تكون النتيجه هاي. لا ابالي للنظافة، لا أبالي للمناطق. هاك اتفضل، هاي بنص العوائل، يعني صيف وروائح، وأكيد تلقى جريذية هنا هسه منتشرة بالمناطق وبهاي المنازل. طبعا ناشدونا كرارا ومرارا أهل المنطقة يقول عجزنا، فتوجهنا للإعلام على مود يشوفون حالنا وأوضاعنا. وبسبب الإهمال من قبل بلدية، مدير بلدية إذا أنت مو قد المسؤولية أطلع من عندها. زين، مو بس تظاهرات بالواسطات تطلع تروح لهم تلبي لهم مطالبهم.